اهلين اليوم بجرب اندومي مريم جمال، شوفوا كم تقييمي لها. يلا اولا ساكتر هذه الخضروات، وعشان لا ابكي عندما اكتر البصل سارتدي النظارات. انا ذكيه الان طبخ الاندومي بنفس طبخ الزيت، البصل وملفوف الملح صوص الاندومي لماذا هكذا؟ هو مجمد ومويا الاندومي. هذا مثل سفينة. أنا الآن بجرب. حار حار. الاندومي ناعم جدا والخس مقرمش القوام الفريد من نوعه. الصوص والبهارات تخلق الاندومي في نكهة جميلة جدا أيضا. أفضل مكان في هذا الأكل هو إضافة الليمون. تقييمي 10 من 10.